ما يقراه الشارع الآن هو أنها فقط انطلقت مبادرة ولكنها لم تنفذ إلى الآن. لا توجد هناك ضمانات تضمن وضغوطات كذلك دولية حتى نضمن أنها هذه المبادرة وهذه الاتفاقية أنها ستتم على أكمل وجه. المجتمع اليمني في فرحة تامة بمناسبة هذه الصفقة التي ستفرج عنها ميليشيا الحوثي أن أسرع من داخل سجونها، وفي المقابل هناك تخوف داخل أوساط المجتمع اليمني. التخوف الذي يخشاه المجتمع اليمني، ما هي الضمانات التي ستضمن لهؤلاء الأسرى إن أفرجت عنهم ميليشيا الحوثي بعدم اعتقالهم مرة أخرى؟ كل مرة نرى ونسمع أن ميليشيا الحوثي ستنفذ بنودات، ولكنها في حقيقة الأمر هي لا تنفذ أي بنود، هي فقط عندما تواجه ضغوطات دولية تقوم بمبادرات إنسانية وتقوم أنها وتلوح أنها ستسعى إلى السلام وأنها ستنفذ، ولكننا حقيقة والمجتمع اليمني أنه فقد الثقة الكاملة في ميليشيا الحوثي. نتمنى أن تتم هذه الصفقة وهذه المبادرة الإنسانية، خاصة ونحن داخلون في شهر رمضان المبارك، أن تتم فرحة الأمهات الذين التي فقدت فلذات أكبادها لسنوات في معتقلات ميليشيا الحوثي. لكن عبد الله، بالنسبة لقوائم القوائم بالأسماء والأولوية الموجودة لدى الأسرى، يعني كانت هناك معضلة في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بالنسبة للشرعية، لم تقدم كما يقال القوائم يعني بشكل مبكر. هل تتوقع بأن الآن الشرعية قامت بإعطاء هذه الجماعة أو الوسطاء القائمة بالنسبة للأسرى وكذلك جماعة الحوثي، خصوصا أن التبادل سيتم اليوم؟ نعم، من ستفرج عنهم حكومة الشرعية هم في الأساس هم مقاتلين من ميليشيا الحوثي، وهم سيحملون السلاح وسيعودون مجددا إلى الجبهات ونحن بانتظارهم سنواجه، ومن ستفرج عنهم ميليشيا الحوثي هم كلهم مواطنين أبرياء. فنتمنى أن تتم هذه الصفقة وأن تتم، وإن كانت هي الرابحة هي ميليشيا الحوثي هي الرابحة لأنها ستخرج مقاتليها، في المقابل سيخرج مواطنون. نحن قابلون ونحن مرحبون، والمجتمع اليمني كله مرحب بهذه المبادرة وهذا الاتفاق.